اهلا فيكم متابعينا بحلقه جديده اليوم من برنامجنا الاطباء السبعه. احكوا معي الدكتوره نغم والدكتور سيد. شكرا. كيفكم؟ شكرا دكتور معتصم. تخيلوا يا جماعه تحكي لمرتك او تحكي لزوجك اليوم الصبح انت مش حلو او انت مش حلوه، انت بشع او انت بشعه، واليوم يعني بما معناه انا مش طايقكم. ايش شو رايكم؟ يعني بتدمروا دمار شامل كامل من فوق يعني لتحت. يعني انتوا مع انه يكون في كذب في الزواج؟ هلا مش كذب، في فرق بين الكذب أوكي. وبين التجمل. ايوه هلا خليني اشرح لك شو الفرق بين الكذب والتجمل. يعني بالنسبه يعني خبره زواج طبي. يعني بس الموضوع طبي، هلا رح نحكي لكم كيف رح يكون طبي، بس بدنا نسمع شو خبره الدكتور زيد. ايوه هلا الكذب، انت لما تيجي تكون مثلا رايح على حفله نادي ليلي مثلا وانت بتكون قايلها انا بالمكتب مثلا، هذا كذب. أوكي. التجمل مثلا انه يعني تكون هي حاطه روج او حاطه ميك اب ومش عاجبك 100% انت وتحكي لك كيف انا لها بتجنني ما شاء الله عليكي. هاي بسموها كذبه بيضة. يعني هاي الكذبه بيضة او التجمل يعني صاحي الصبح شكلها معفشك وتسالك كيف هي، يعني الا ما يكون شكلها معفشك صح. مش حتقولها انت شكلك معفشك. صعب يا اخي صعب. عن جد. طيب يعني انتم مع انه الكذبه البيضة. طبعا المشكلة الأكبر هي كذب الزوجين على بعض. صحيح. فأنا اليوم حبيت أن نحكي عن الموضوع هذا بس من ناحية طبية ومن ناحية نفسية، لأنه بالأول وبالآخر يعني فعلياً الناحية النفسية هي بالأول وبالآخر هي طب. فإذا نحكي أنه كيف الزوجة أو الزوج ممكن يعرف، ودائماً للأسف الزوجة بدها تعرف في الزوج. طيب كيف الزوجة ممكن تعرف أنه زوجها عم بيكذب عليها أو العكس؟ فطبعاً والله أنا ما بكذب فما بعرف. فمن نواحي نفسية بيحكوا في كتير دلائل ممكن تعطي إشارة بأنه الزوج بيكذب على الزوجة أو العكس. هلأ هو الكذاب بشكل عام بغض النظر كانوا بين زوجين ولا مثلا الطالب بيكذب بالصف ولا العامل بيكذب بشغله، بيبين عليه علامات الكذب، بتأتئ، بتلخبط بالحكي، بنسى اللي حكى لما بيرجع بينعاد الموقف كمان مرة، بسوف شوية، يعني ببلش أنه يحكي كلمات مثلا معتصم انت لما تروح هناك يعني شو بتعمل وبتيجي وتسوي، بعدين بيحكي لك شو الموضوع. كمان بيحكوا لكم من الدلائل النفسيه اللي بتحكي انه الشخص اللي قدامك بيكذب، بالذات الزوج او الزوجه على بعض، بانه ما بيحاول يتجنب الاي تو اي كونتاكت، بيحاول انه ما يطلع عليك او ما تطلع عليه، بيحاول يلتهي بشيء العين وبعين. بالضبط، لانه العين بالعين بتخلي واحد يبين عليه، بلس بيحاول انه يفتعل مشاكل. تكون قاعدين بقاعدة مثلا بصير يفتح لك مشاكل، انه والله انت وين كنت اليوم، وانت اليوم ليش ما طبختي لي مثلا، ليش ما عملتي لي، بحاول يفتح المشاكل، او العكس هي بتحاول انها تفتح المشاكل بحيث انه يبينوا لبعض انه انت مقصر معي، حتى يهرب من السؤال اللي هي سالته اياه. وشغله ثانيه بحكوا لك حكه الانف، لما يكون قاعد وبحك انفه زي هيك وكذا ممكن تكون دلائل على انه عم بيكذب. ممكن كمان بقول لك افضل وسيله كمان للدفاع عن النفس والكذبه اللي هي الهجوم، يمكن كمان غير افتعال المشاكل انه مثلا يصير يواجهك انت باشياء ثانيه، يعني ممكن انت اخطاء عملتها فعلا انه يصير يواجهك فيها، يعني ممكن كمان الهروب، تكون قاعدين مثلا بتجنب الحوار وبيهرب بيطلع من النقاش. طبعا احنا لما بنحكي دلائل لا تعني اذا كانت هي موجوده عند زوجك او انت بالعكس تروح تهجم عليه انت هربت اليوم. كلهم بدقوا في بعض. لا احنا بنحكي هاي ممكن تكون دلائل، وبالاول وبالاخر يعني ما بنقدر نعتمد عليها بشكل نهائي، ولكن قد تكون دلائل. أسوأ انواع الكذب هو الكذب اللي بيكون الرجل او المراه مع زوجها او زوجها بحط من قدر الشخص الثاني. صح. يعني مثلا بتلاقي احنا اليوم نتجنى على الازواج، تلاقي الزوج بيحكي لها لا انت شغلك مش كويس، انت حركتك مش منيحه، انت شغلك مش بالقدر المناسب، انت عمرك ما حتكون منيحه، عمرك ما حتصير كويسه. هلا هو انسايد في داخله غيران منها، غيران من نجاحها، غيران من انه هي واثقه من حالها، غيران انه هي اقوى منه بالشخصيه، فبيحاول انه يحط من
معنويات بيجي اكثر معنويات. هلا هذا كذب بالضبط، لكن هذا كمان كذب عكسي، هذا كذب لكنه عكسي بالزبط. فما لازم انه الواحد ينخدع فيه كمان. اوكي، فيعني الزوجه تنتبه لعدد من الاشارات اللي حكينا عنها، او الزوج ينتبه لعدد من الاشارات اللي حكينا عنها، التغير بطبيعه التعامل، عدم تواجده دائما معك في المكان اللي انت موجوده فيه لانه يهرب ما بده يواجهك، حركاته، انفعاله معك، هاي كلها ممكن او معك ممكن تكون اشارات لانه زوجك او زوجك بالعكس عم بيكذب عليك. ما في احلى من الصدق طبعا، صدق دائما وابدا. يعني قديش الصدق حلو، قديش لما تنبني العلاقه على صدق تكون حلوه. انا كان بس بدي اعطيك بهاي على صدقيه صدق، احنا علمتنا دائما امي انه احكي الصدق بتاكل لك قتله وخلص بعدين يعني بس ما تكذب علي لانه بين الزوجين يا جماعه تكتشف بالاخير، فخلص يعني انه احكي الصدق قتله صغيره وخلص. صح، وتعرفوا دائما بحب احكي بانه ما في احلى من الثقه، يعني حاولوا ازرعوا بالذات للناس بدهم يتزوجوا جديد، حاولوا تبنوا علاقه على ثقه. يعني لما تكون انت بتثق في زوجتك وهي بتثق فيك، وانا دائما بحكي شغله مهمه للناس اللي بتزوجوا او بدهم يتزوجوا، انه ما فيش داعي لانك شكوك دائما، اشوف موبايلك وتشوفي موبايلي وايش وصلك مسجات وايش وصلك مسجات وين كنت. حاول تبنوا علاقه على ثقه، لانه الثقه بالاول وبالاخر رح تخلي علاقه على مدى بعيد صادقه. اوكي انا مش متزوج بس بحاول اعطي رايي يعني من ناحيه طبيه. ما في اي داعي انت انك ما تثقش بزوجتك او العكس صحيح. اوكي، لانه انت مسلمها حالك وهي مسلمتك حالها بالضبط، فيعني اكثر من هيك ثقه ما في. اوكي، فشغلات صغيره، تاخرت بالشغل، رحت شفت واحد صاحبك، اضطريت انك تعمل شغله ما بدك اياها تعرفها، ما في داعي تكذب. اوكي، بنرجع قولها ما بقدر احكي لك، ما بقدر احكي لك، بحكي لك بعدين. وبنرجع بنحكي يا محل الحياه بدون كذب، ويا محل العلاقه الزوجيه بدون كذب، بس ما ننسى الكذب البيضاء. تجمل ما ننسى الكذب البيضاء، تجملوا فيهم، احكي لهم يا الله ما احلاكم اليوم، يا الله ما اجملك اليوم، ويا الله انت كمان ما احلاك اليوم. مستمرين بفقرات البرنامج، خليكم معنا.